ببيع وبشتري، بركب تركيب، تطليع قطعة تنظيف السؤال. من الساعة 9 الصبح للساعة 5 المساء اضطريت أشتغل، لأن أول شغلة أبوي انكسرت رجلي 2، وكان أخوي هون وروح وما رضيش حدا دخل في الدار، فقررت أشتغل وساعد أمي وأهلي وأخوتي وخواتي، فمشان أسهل العيش شوي عليهم وأقيم حمل شوي عنهم. فقررت أشتغل واشتغلت والحمد لله مريح الشغل ماشي حاله، بس ما فيش دخل زيادة، فيش دخل زيادة يعني إنه ما بكفيش الأجر أصلا يعني. يلا مش شغل يعني، مش زيادة، فيش دخل زيادة، الأجار قليل. يعني محمد عمره 14 سنة، تخيلي إنه ولد طفل يعني عمره 14 سنة بيشتغل بس مشان حق خبز، يعني مش مشان أكثر من هيك، يعني كل يوم دينارين بيشتغل. يعني أنا كنت أتمنى إنه مثلا أولادي يعني وكمان بناتي إنهم يدرسوا مثلا ويصيروا وهيك، بس ما يعني الوضع مش مسامحنا إنه يكملوا دراسة، لأنه يعني إذا بده يدرس هو كمان أخواته كمان أخوه هذا المعاق 4 أنفار، يعني ما بقدر أني مش مثل ما تقولي أكفي، مش قد إنه أكفي أجار البيت، وكمان أنا بدفع كهرباء أني والمي مشترى كله مشترى، مش قد مش قد يعني ما بقدرش أكفي يعني بالدخل اللي كان يفوتني أصلا، يعني بالأساس ما كانش يكفيني. يعني إحنا 6 أنفار هون موجودة معي في الأسرة، هون كلنا أسرتنا 6 أنفار، وما فيش عندنا حدا يعني معيل أبدا. يعني محمد عمره 14 سنة، يعني هذا يعتبر معيل، هذا لسه طفل، يعني لسه عم بدنا إحنا نكمل له طفولته، مش إحنا بدنا نضغط عليه عشان يصير هو مسؤول عن الأسرة كلها. أنا ممكن إنه ينحمله جزء من المسؤولية، أما مش المسؤولية كلها.